دلوقتي تعالوا نشوف أبرز التصريحات اللي كانت موجودة على الساحة الرياضية. أول تصريح معانا لكابتن حازم إمام لقنوات أون تايم سبورتس وحديثه عن رغبة محمد أبو جبل حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي الزمالك لصفوف نادي الزمالك مرة تانية. انا بجبل يعني راجل محترم وبحترم الناس كلها, مش بحبش يعني اضغط على حد من حقه. طبعا عايز يرجع, طبعا اكيد كل واحد يحب يلعب في نادي الزمالك, بس هي اللي بتيس عليه حب النادي بجد لما يبقى انت جامد وبيجي لك حاجات كتير وتفضل النادي بتاعك. يعني احنا كلنا واحنا بنلعب جات لنا حاجات كتير قوي, بس انت ايه واقوى مثلا ماديا اللي بيخلي الجمهور يحبك ايه, ان يعني انت بتبقي ناديك. ايوه انت بتتكلم رغم انه ممكن يبقى اقل عشان ده ناديك, فالناس صح. فانت ما تجيش بالوقت مثلا عشان ما بقاش عندك خيارات فتقول انا عايز ارجع في اخر خيار ليك. لا, الكلام ده كان ممكن يبقى من شهرين ثلاثه لما كان تقول الكلام ده, الناس فعلا كانت توقف. بس هي النظريه طبعا ده مش قراري, قرار الاداره وقرار المدرب. بس انا بحب ابو جبل وما عنديش اي مشكله معاه, وعلى فكره من احسن الحراس كان في مصر. بس انا ما بحبش فكره اللي هو انا ما لقيتش حد فهرجع بقى اشوف الدنيا هنا. دي انا مش مستسخه قوي, لان انت مضطر او يعني مش لاقي دلوقتي, او مثلا ما فيش العروض القويه اللي كانت موجوده. الكلام ده لو كنت وانت راجع من بطوله افريقيا واحسن جون في افريقيا. كلام منطقي جدا الحقيقه من كابتن حازم امام, وخلينا متفقين ان في حاله عوده ابو جبل مره ثانيه لصفوف نادي الزمالك مكانته في قلوب جماهير نادي الزمالك مش هتكون زي مكانته قبل كده. كره القدم ما فيهاش ثوابت, ممكن ابو جبل يرجع مره ثانيه يحصل في الامور امور اصابه عواد لا قدر الله, طبعا المتالق بشكل كبير جدا, ايقافه او طرده في اي لقاء ابو جبل ياخد الفرصه ويمسك فيها بشكل كبير. لكن بنتكلم على المعطيات والموقف الموجود في الوقت الحالي, ان مكانه ابو جبل لن تكون كمكانته من قبل داخل قلوب جماهير نادي الزمالك, وتصريح الحقيقه عقلاني من كابتن حازم امام. كمان تعالوا نسمع تعليق فريرا مدير فني نادي الزمالك على اداء نادي الاسماعيلي بعد مواجهه الفرقتين خلال لقاء دور ال 16 امس بكاس مصر. الشوط الاول كان جزئيا كويس بالنسبه لنا, ميرسي دو ريزولتادو انترفال, وكان النتيجه بعد كده مسكنا بارت ميت ماج ديفيسي ليكيب بالنسبه لنا لغايه فتره بين الشوطين اللاعبين كانوا حاسوا بالارهاق وفي كان في ارهاق بدني عليهم. سون هيش شوكا جنتاينو تي ماش, هو ده بس اللي محتاج اللي بيقوله, مفيش تاني اكتر. البورتانت كوميسا سي ديفيسيل فازير مش بون فوتبول, فده خلانا اصعب ان احنا نعمل كره قدم كويس. بس كان مش باين اش كون اغون كوم تشبي ساكريفيسي كوم انت شايف ان كسبنا كويس, كان في روح تضحيه كبيره ولعب فريق جماعي كويس جدا وقوي. وعايز يضيف كمان ان فريق الاسماعيلي فريق جيد جدا, من احسن الفرق اللي شافها في الدوري السنه دي. بيعجبني قوي الحقيقه تصريحات فيريرا دايما, يعني دايما كلامه فيه قدر كبير من المصداقيه والعقلانيه. كلنا نفتكر بعد نهائي الكاس ما بين الاهلي والزمالك طلع اتكلم ان ادارته للقاء ما كانتش بالشكل الامثل. النهارده طالع بيتكلم بيدي تيم نادي الاسماعيلي حقه, بيدي له الكريدت ان هو كان الطرف الافضل خلال احداث الشوط الثاني. كلام محترم جدا من مدير فني, طبعا واحد من افضل المديرين الفنيين الاجانب اللي موجودين على الساحه الرياضيه المصريه في الوقت الحالي. كمان تعالوا نسمع كلام كابتن حمزه الجمل وحديثه عن المهمه الشاقه جدا وتدريب نادي الاسماعيلي طبعا بعد مواجهه نادي الزمالك خلال لقاء الامس. لا, هو عشان نقول اللي حصل ده, احنا كنا ماسكين الفرقه بقى فرقه, بصراحه مش عايز اقول الفاظ يعني صعبه, لا الفرقه كانت في حته تانيه خالص. الفرقه والنادي وجمهور النادي واسماعيليه بالكامل كانوا في حته تانيه, وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بشغل فعلا, شغل منظم ومرتب ومخطط, وحطينا اهداف وحطينا احنا عرفنا فين اين نحن الان وماذا نريد. حطينا الوسائل, في دعم, حصل دعم من الاداره المهندس الحكومي, في دعم جماهيري, في دعم من اللاعبين اصحاب مسؤوليه, في دعم كجهاز احنا بالكامل سواء فني او اداري او طبي. فعملنا حاله, خلقنا يعني قلنا لازم نبذل جهد كبير جدا, واثرنا الرغبه والاثاره عند اللاعبين, حركنا القدرات اللي عندهم مع ان احنا عندنا اماكن مش موجوده, حركنا حاجات كتيره. في النهايه كانت النهايه كويسه, انا جاي عشان هدف معين كجهاز فني, والحمد لله اديناه بشكل كويس وحققنا الهدف بتاعنا.
في اهداف اخرى ان احنا حطينا المرحله الاولانيه جمع نقاط، المرحله الثانيه نكون في منطقه دافئه، المرحله الثالثه هي تحسين مركز. مجهود كبير جدا الحقيقه بذله كابتن حمزه الجبل مع نادي الاسماعيلي، وشكل الفريق اختلف تماما. التطور، التواجد طبعا في الترتيب التاسع في بطوله الدوري بعد ما كان الفريق في دايره الهبوط، يحسب ليه الحقيقه نقل الفرقه نقله. وشكل الفريق امبارح في لقاء الزمالك كان في اوقات كتيره جدا كان الطرف الافضل، واضاع العديد من الاهداف المحققه، شيء يحسب الحال كابتن حمزه الجمل وجهازه الفني.